الذهب يباع في مصر أعلى من قيمته ب 53%. سر الصعود وسعر الدولار في ضوء الذهب. الحديث زاد خلال نهاية الأسبوع الماضي عن أسعار الذهب اللي تشهد صعوداً استثنائياً مؤخراً بسبب هجوم شرائي على المعدن الأصفر للتحوط ضد هبوط متوقع للجنيه المصري. وبتحاول الدولة المصرية وشعبة الذهب تحييد الأنباء والشائعات اللي بترفع من مستويات الطلب على الذهب. وبيصل سعر الدولار بحسب إذا ما تم تقويمه بسعر الذهب الحالي إلى 47 جنيه و23 قرش للدولار الواحد، في حين بيسجل الدولار في البنوك المصرية 30 جنيه و9 قروش للدولار الواحد. ولا يعد هبوط الذهب إلى هذا المستوى أمرا متوقعا من أي من المؤسسات الدولية العالمية أو البنوك الأجنبية، مما يجعل الذهب متداولا أعلى من قيمته الحقيقية بصورة واضحة حتى مع توقعات هبوط قيمة الجنيه المصري لاكتذاب أموال ساخنة لمصر. إلا أن عامل زيادة الطلب وندرة المعروض أصبحت عاملا أساسيا في ارتفاع سعر الذهب، ولم يعد ارتفاع السعر مقتصرا على التأثر بالانخفاض المحتمل للجنيه المصري.